آخر شيء خفت الوتيرة وشبه توقف بمخيم مرلس، تراجعت المظاهرات، الوتيرة خفت شوي عنا بالمخيم. نحن بلشنا نلاحظ أنه بلشت تخف تدريجيا، خفت هي يمكن كل المخيمات. ليه خفت؟ أو ما في عنا دعم بالمخيم أو حدا يجي من برا يدعمنا. بحاجة دعم الفصائل الموجودة بالمخيم، بما أنه مخيم مار الياس هو المركز الرئيسي لكل الفصائل. في عالم كتير شافت الحراك أنه صار فصائلي، كل واحد تابع لحزب، كل واحد لشيء، يعني صار مقسوم عشان ما في تنظيم، ما منظمة. فجأة الناس يعني ملأت من اللي يقودها، من اللي ينظمها، من اللي يعني يوصل صوتها، لأنه ما كان في جهة رسمية تبنت هالحراك لو بشكل غير مباشر. بالضبط، يعني الدعم السياسي أنه لازم يكون موجود أكثر من هيك بكتير، ودعم من رؤسائنا داخل فلسطين، من السلطات الفلسطينية ما كان في هذاك الدعم. الأحزاب اللبنانية ما كانت أخذت دورة بشكل فعال معنا كمقاومة فلسطينية وكشعب فلسطيني، كان يعني موقفها خجول. هو كان طابور واحد بالبداية، لو كان برأيي لو كان بضل بطابور واحد وهو طابور الشعب الفلسطيني كان كتير ناجح. صار عليه مؤامرات وصار فيه تفككات فيه يعني، والتنظيمات لها دور كبير بهذا الشيء أكيد يعني. فصيل بينضم، قيادي ما بتنضم، يعني فصيل بيغطي فصيل ما بيغطي. كل مسؤول منع اللي إله يطلع بالمظاهرات، والشعب كلياته منظم عنا. يعني اليوم الواحد اذا مسؤول بقول له تاع عشان يعني اكيد بده يرد عليه، لانه في معاشات اليوم، في مصاري، في الواحد صرف المليون، مسؤول عم بحارب العسكر اللي عنده بلقمه العيش. من شان قتلوا الشاب الشهيد ابو حسن علاء الدين، كمان صارت العالم تخاف تطلع. تحريض الشباب علينا بانهاء هاي المظاهرات. هي هلا عم بقولوا بالعبد دي سكروا محلات لفلسطينيه، حد البارد، والوزير ضل متنح، وشكلوا لجنة وزارية بعد ما اجتمعت. هاي يمكن أسباب أحبطت العالم. في ناس يعني استغلت هذا الموضوع، والناس كلها فايرة وعم بتطالب ضد قرار وزير العمل، وفتحوا موضوع الهجرة، ولا موضوع الهجرة لسه مش وقته. هلا النقص بصراحه بحاجه لاداره، يعني اداره جيده تقدر تنظم هذا الحراك وتطوره وترفع مستواه اكثر افضل مما هو عليه الان. الحراك بده يصير بريط المخيم، ولا شيء كبيره، بنطلع على بريط عين الحلو وبنقعد بالشارع، خلصت سلميه، نحمل ورد او اعلام بيضاء وبنقعد، بس بريط المخيم، لانه هون الاعلام ما عم بيجي، لانه الناس ترجع تتفاعل مع هذا الامر. لازم يشاركوا برا زي بصيدا وزي بطرابلس، يعني بالمخيمات ما بتكفي. بس للاسف انه كان المفروض يكون في تفاعل اكثر، يفتحوا لنا المجال انه نطلع خارج المخيم، نوصل على بيروت، على بيروت اللي هي العاصمه، اللي هي الاساس اللي في تشكل فيها ضغط، نوصل على السفاره، نوصل على اليونسكو. يعني اتفقنا احنا والفصائل انه انه نعبر عن غضب الشعب كلياته، وبنشوف وبنتابع وبناخذ اذن، الدوله ما بتسمح.